اخ وانا مثلكم سكرانه ورح نكفي هالسكر، كلنا سكرانين بخمره الله. واكيد الشباب بحطوها من امبارح وبكره هي كمان، مش نقطشها نحط كيلاني او حدا، لا رح تكفوها وتشوفوا. ورح اقرا وسامحوني بقراها بالارمني. وقت اللي قال يدعو لك قائلا يا رب سلم، يا رب سلم حبيبي انت يا رسول الله. نعم. يرى العبد الناس أمامه، منهم من يسقط ومنهم من ينجو ولا يبالي. وقد يرى العبد والده وأمه ولكن لا يبالي بهما أيضا، فكل ما يهمه في تلك اللحظة نفسه فقط. بس هلأ شوفوها مش عن أنانية، لأنه ما بقى شايفة بالوجود إلا أنا قابض على الجمر، لا يعرفنا إلا الله يعلي، ما شايفة لا أمي ولا بي ولا أختي ولا خي ولا علم. أنا عشتهم هو بالدنيا كم مرة حسح. يعني نطلع هيك، طلعنا على الصخور نطلع على راس الجبل. إيه ما اقدر احس حالي انه خلص بدي موت، ما بدي يا خيي بدي موت. بس في ناس وراك تهديك. طيب تهدى بهالصخره تقبع الملعونه، تهدى بها هودي اللي بيعرف شو على الجبال. ومن وقتها هلا ابدا ما بفكر بقول لا بدي امشي هيك، وحفياني ايه وعلى الطريق حفياني ايه، وبروح وبلاقي شويه هيك تبع الكلاب وهيك شيء، برجع مش عم بلبس الكلسيتي بغسلهم لانه بحب اجري هيك لو بالزفت. قال وقت اجى الفاتيكان على لبنان البابا قال له الحمد لله اللي شفنا الزفت على وجهك، يعني زفت الطرقات وهيك. مهضوميني اخوتي اتركوا الحشاشين يحكوا. هلا وقت اللي قال هيك يروى ان السيده عائشه رضي الله عنها تذكرت اليوم لقيامة بكي، فسالها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا بك يا عائشه؟ تذكرت يوم القيامه، فهل سنذكر اباؤنا؟ فقالت هل سيذكر الحبيب حبيبه يوم القيامه؟ نعم الا في ثلاث مواضع. انتبهوا هالثلاثيه ذا ديفينيتي اوف ترينيتي، بسم الاب والابن والروح القدس، بسم الله الرحمن الرحيم. الديفينيتي اوف ترينيتي. نعم نعم الا في ثلاث مواضع عند، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الميزان، عند تطاير الصحف، عند الصراط. هالعلم عم بيحكي فيه ميتشوكوشي انا ما بقدر احكي، بس بتجوا على البيت ما بيحكي، بتشوفوه نحضر اشرطه موسيقى هيك بتشوفوه. اصبروا ثم اصبروا يا صبر ايوب. اجيت تاكلوا هيدا لإلها. حبوا الناس وقت الكغين وقت الافتقر، اجيت هي لعنده. اصبروا ثم اصبروا على فتن الدنيا، اموالكم واولادكم فتنه فاحذروا. فتن الدنيا سراب اللوجن، فلنجاهد أنفسنا ولنعين بعضنا على بعض، ننعد بعضنا. التواكل relating not relationship، التواصل. المسيح بعثنا اثنين اثنين، خمسة، والخمسة عكس بعضهم وضد بعضهم ومتناغمين مع بعضهم وكلهم كيف ماتوا، نفس العين ونفس العمر بتعرفوا. فلنجاهد أنفسنا ولنعين بعضنا على أن نلتقي في جنة، هالجنة عرضها السماوات والأرض، السماوات والأرض وسعت كل شيء. نلتقى إذا كنا يا ناقة نقيني ورقيني، إذا كنا على الصراط المستقيم. منا سهل يا أختي، بدك تترك كل شيء. أنا مثلكم وأكثر، خاف كل لحظة، بس بدي جار حد، جار للجار صار الجار مفشي الأسرار. عشان هيك عم فتش على جميع اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، انت هون أنا هون أنا هون، كون خيط. هيدا هالحلمة الخطوة الأخيرة، إني الأمانة ياخذها الله ويكون في حد جار. ولا تنسوا أن تعقدوا النية على جعل هذه الرسالة صدقة جارية.
اللهم اجعلنا ممن يعبر الصراط بسلام يا رب حسن الخاتمة. فهل تعتقد بعد هذا كله إن هناك أحد يستاهل منك تشيل عليه أو تحقد أو تضيع أعمالك بسببه؟ نصيحة: دع الخلق للخالق. اسأل نفسك كم عمري وكم باقي، بل هل تضمن العيش بعد ساعة أو بعد دقيقة أو بعد ثانية؟ يعني كل نفس ونفس في موت، وحياة أو قيامة أو موت، ما بعرف إذا شهي أو زفير إذا بطلع منها. يقول إبليس لله عز وجل: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، الله. ربك فكبر، ربك فكبر، مودته تدوم، مودته تدوم. سمحني، سمحني، انت قول اللي بدك اياها، الكلمة اللي من قلبك. اللهم اجعل تذكيري صدقة جارية لي ولوالدي وأهل بيتي وكل من أرسلها ولم تقف عنده أبدا هذه الرسالة. مشان هيك صعب أقراها، قلت بدي أقراها والشباب بيساعدوني. قد ما فينا نترك صدقة جارية، إن شاء الله نقدر نعمل هالحلم بقلبنا كلنا، بيت بلبني، ما معروف من مين ولا مين، بس عن روح والدي هالكلمة. ويجوا يموتوا، ما عرفنا نعيش، نعرف الموت. الأرض موجودة والمال موجود، عم فتش على إنسان. قالوا لي إنك إنت رح تعملها بحارة حرايق برواز، وأنا قلبي هوني كبرت بالحارة وبرواز، بس بدنا إياها تكون بجبل. الأرض موجودة بفقرة والمال موجود، وبدنا ناس. إذا بتشوفوا إنه في إنسان بحب يعيش في مطار وما فوق، ولكن ما في مال، منعيش ومنموت، كلنا عم نخدم صدقة ومنعيش صدقة، وبتشوف الناس بيكون هيدا رمز، وفيك تشوف إنه ما بدنا وراء. العلة منا بالمال، العلة بالعقل اللي بيبيل من مول لمول ومن ميل لميل ورأس مال. مشان هيك بدي أموالكم يلي بتكون حلال وحرام تتحلل هالعمل. كلكم هالأغنياء بهالأمة العربية شو عملتم؟ يا أغنياء العرب اللي موجودين بلبنان، كم قصر عندك بلبنان؟ كم أرض لوين بدك تاخدها؟ هاي رح تفوت معك على القبر؟ شو رح يفوت معك على القبر؟ حضار فلات لاينر، بدك تتعذب كتير. كل واحد عنده شي باسمه بهالدنيا، شيلوا الاسم. كلمة الاتحاد حلوة كتير، إن شاء الله نتحد كلنا. كلمة الرحمة، المحبة، السلام، شوارعنا كلها لازم تتغير أساميها، الأبراج كلها نسير نحط لها أسماء من الكتاب الله المقروء والمنظور. وقت اللي رجعت حطيت كتير أسماء: بيت الرحمة، بيت السلام، بيت النور، بيت الحق، بيت بيت بيت. لا، ما في إلا بيت مر ويامو نور. هلأ كلهم ما قالي سقى فيه، ما شافوا إلا الأواني، ما شافوا المعاني، ما شافوا إلا جيب. هلأ ما بقى عندي جيب، لأنه الكفن اللي لبسته ما له جيب، خلاص ما بقى بحكي عن الجسد. من هو هالساجد؟ لمين ساجد؟ ساجد للبصرة أو للبصيرة؟ في عندك الموت، كفى بالموت واعظا يا حبيبي. الموت ما له عمر، سنة، اثنين، طفل، شهر، مية، ميتين. ماهر بابا عمره 900 سنة والناس بعدها بتشوفه بروح وبيجي بنفس الجسد. رو بقى هالمواضيع يلي عم تجي وتنحط على بيت الله، عم تحكيكم وتجمعكم بالكواكب التانية وبالمجرات التانية، وفينا انطوى العالم الأكبر، ومش بس بيت بعبدة وبيت الأبيض، لا، مجرات والكواكب كلها، الأطفال كلها بتحكيها. اسمعوا لأولادكم، شيلوهم من المدارس، هيدي مدارس ومتايس. الكتاب موجود وخلص، إذا لقيت صديق، إذا ما لقيت لحوي فيك.
ثواب وعقاب. قال الأصمعي: رأيت بدوية من أحسن الناس وجها ولها زوج قبيح، فقلت: يا هذه، أترضين أن تكوني تحت هالبشيع؟ فقالت: يا هذا، لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابه، وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عذابي، أفلا أرضى بما رضي الله به؟ تتذكروا هالرجال اللي راح تنقول اجى على لبنان او مدري وين، راح على بلد عربي، بده امراه يعيش معها جمعه اثنين ثلاثه اربعه، دق الباب هون وهون، شاف مره لقى فيها شيء هيك مرض جلده، قالت له: لعل كل الخير في هذا الوشم، هذا المرض، هذا. لا بتفهم. فات لعندها وساكني شهر اثنين، عمل واجباته وطلع. 16 سنة، يا الله، الناس عم تحكي بإنسان عمره 16 سنة هلكن هيدا ابني. أنا اسمي أنس وهو اسمه مالك بن أنس، ومن هالبلد أنا اللي رحت لعن هالامرأة. بتفهم كثير هالحكمة اللي حطتها فيي. بدي روح، وراح فيت على المسجد، كلهم بيجوا لعند مالك بن أنس، وأنس بن مالك يعني. طلع فيه حس انه ابنه، لحقه، فشافه فات على الباب، دق الباب، فتح، تفضل. قال له: قل لامك لعل كل الخير فيها. واحد قال له: في رجال عم بيقول هيك؟ قالت له: ويحك، هذا ابوك فليدخل. يا حبيبي، اليوم اذا ما كانت المقدمه والمؤخره، عشان هيك بيروح من مرة لمرة من مرة لمرة، وهي من رجال لرجال من رجال لرجال من مرة لمرة. طيب، ما اللي شافت رجال شافت كل الرجال، واللي شاف المرة شاف كل النسوان، يعني إنه في رجال إجا على البيت أكل مرة المرة صاحب، نام نام تحت التخت، نام تحت التخت، إجا جوز إجا. هلا شك في، أنا رح أعمل اللعبة دي. إجا مش الرجال اليوم، مش الشغل. قال: بدي اسالك، مين احلى، انا او جوزك؟ قالت له: اذا بقول لك ما بتزعل؟ قال لها: لا، قولي لي. قالت لجوزي، طلع من تحت التخت وقال له: لك اصيله، انت اصيله، بنت اصل، بتحكي الحقيقه. اليوم مين في بيحكي حقيقه؟ كذابين كلنا، كل واحد منا عم بتشوفه اليوم إنه ما بقى في علاقة بين رجال ومرأة، لو ما في أولاد كلنا طلقنا، بس هالولاد بيعرفوا إنه اثنين إخوة، واحد ضرب الثاني. قالت له: مين ضرب الثاني؟ قال لها: هو مامي، هو قال لي تنفوت على الأوضة. لأن بس الأم تقول لبي أو لجوز فوت على الأوضة، ما بدها تعيط عليه قدام الأولاد، بس هن عارفين إنه الأم بفوت على الأوضة، نزل الدبيك يعني، بتبهدله وبيبهدلها. فإذا خلينا نكون ببساطة وبصدق وبصراحة، خلص. قال: ما تقري الفاتحة إذا كنتي صادقة، زوجتك نفسي في هالقبل، ما تقريها، ما تقوليها. إذا علاقتي فيكي علاقة روح قبل علاقة جسد، علاقة نور من نور. بس إذا بدي جوازها لأنه بيا معه مصاري، يعني بتشتغل بطلع مصاري، واثنيناتنا بنشتري بيت باسم مين؟ ما بنحط البيت باسمي او باسمي. قبل ما اشترينا البيت عم نتخانق يعني، كلكم تحت الارض وكلنا تحت الارض. نعم، القصه تبدا، ساصير لكنها بحر من الحكم. في اثنين اصحاب عم يمشوا بالصحراء. نعم، خلال هالرحلة صار فيها اثنين الأصحاب عم بيتخانقوا.
ضربوا على وجهه. الرجل الذي انضرب على وجهه تألم، لكنه دون أن ينطق بكلمة واحدة كتب على الرمال: اليوم أعز أصدقائي ضربني على وجهي. استمر الصديقان في مشيهما إلى رحل المطار أبعد وأبعد، إلى أن وجدوا واحة فقرروا أن يستحموا. الرجل الذي انضرب على وجهه علقت قدمه في الرمال متحركة وبدأ في الغرق، لكن صديقه أمسكه وأنقذه من الغرق. وبعد أن نجا الصديق من الموت كتب على الصخرة: اليوم أعز أصدقائي أنقذ حياتي. قال له: كتبت هاي على الرمل وكتبت هاي على الصخرة. قال له: الغضب بيروح بس المحبة ما بتروح، عشان هيك المسيح قال: على هذه الصخرة أبني كنيستي. نعم، في كتير أشياء هيك. قال له: الصغار بيعرفوا الحقيقة أكثر من الكبار. كلنا نحن وصغار كنا نلعب بالإكس، نرسم هيك ونلعب ونرجع نمحي، بس الكبار بيعرفوا إنه الحقيقة حطها على الصخر، حطها على الحجر. أنت صخرة الله، أنت صخرة توما، أنت صخرة بطرس. شو قال محمد؟ جبل يحبنا ونحبه، جبل أحد، وعم نقتل بعضنا مثل هلأ يعني، ما عتبه. ولما معركة خيبر قال له: علي أنت روح، بصرك حديد. الصديق الذي ضرب صديقه وأنقذه من الموت سأله: لماذا في المرة الأولى عندما ضربتك كتبت على الرمال وأنقذتك كتبت على الصخرة؟ عندما يؤذينا أحد هيك علينا أن نكتب ما فعله على الرمال حيث الرياح تسامح يمكن أن تمحيها. The wisdom of the sand، حكمة الرمال تمحي. ولكن عندما يصنع أحد منا معروف علينا أن نكتب ما فعل معنا على الصخر حيث لا يوجد أي نوع من الرياح يمكن أن يمحيها. تعلموا أن تكتبوا آلامكم على الرمال وأن تنحتوا المعروف على الصخر. وتعلمنا نعم كون بيناتكم روح الألفة والتسامح، هذه الرحمة وسعت كل شيء. كلنا شو عم نعمل؟ مثل الشعر بس تقصه ما بتحس فيه، حطه بالأرض مثل الغضب الضفير بالأرض. أمكم الأرض بتسامحنا كلنا، حكمة الرمال. وقت اللي مرق سلمان الفارسي وشاف عالرمل، والرمل بتاخد الدعسات يعني، وصل لقى رجل قاعد، قال له: يا أنت نبي أنا غبي. قال له: الأنبياء تعرف بعضها، ناطرك اقعد حد. سلمان الفارسي، لو لم يكن سلمان لما كان محمد. كلنا مرتبطين بالرمل، بالصحراء، بالعطر، بالبخور، بالريحة، بهذه بجهنم، بالجنة، بالشر، بالخير، مثل المسبحة هيك الخيط. هو لو لم يكن سلمان قال ميتشو كوشي، ولم يكن محمد هلا عم ببلش يقول حي ما كنت أنا بعرف شيء قال من علم في راسي، بس محمد قال له لسلمان: دون، العرب ما بيقروا وما رح يحفظوها، بس دونها إلا ما يجي عالم. خذوا علمكم لو من الصين، الصين أخذوا علم الفراسة واليابان ونشروها، وميتشو زاد عليها كل يوم نهر ينهر. في مرة ضل شهر ميتشو كوشي بس يتطلع علم نفير، ما أكل شيء أبدا 24 ساعة، شهر 28 يوم، بدر بدر، هليل هليل، يجي ينام يقوم يدون، ينام يدون. كلنا بالبيت سكت صامتين عارفين شو عم يعمل. ولما انكتب هالكتاب كان في اكيد رجفين بايده مش هيك، بس تكون بدك تحطوا باسورد على الانترنت بفرجيكم كلمه مفركشه، انه فيك تقرا المفركش. نعم، كلنا شفنا وإشارات وإشارات، كل واحد يخبر عن هو طفل. أنا صرت أخبر بعد كنت صغيرة شو بالله لأمي، يأكل قتلة ومن بيي ما يضربني،
يصير يفكر مع أمي، ترجع أمي لا بدي أضربها، يرجع بي يضربني، يرجع أهرب عند عمتي، احكي هيك كلام. إحنا مش دروس يعني، إحنا شو. وهيك بنتي اللي هي بالجسد بنتي وبالروح كان عمرها سنتين وكانت ناطقة، ويقولوا للناس ويقولوا لي بنتك ناطقة، يا دروس نحن نركض عند الأبونا، دخيلك يا أبونا بحرتحك يصلي على راسك. نحن السبب، ما فهمنا أولادنا لأنه ما فهمنا نفسنا. من عرف نفسه عرف ربه. هلأ في علم، وهالعلم إجا، نعم علم ورثة الأنبياء، إجا لنخبة النخبة وصفوة الصفوة وخاصة الخاصة. وأنا بشوف إشارات كتير بناس كتير يلي إني هلأ ضايعين وصايعين، بس ما فيني أقول لهم بجرب. لو بتتذكر أنت قلت هالكلمة كنت جاي لعندي، تتذكر بنتك قالت هيك، تتذكر ايه بيتذكر، بس هلأ وقع بالميل. كله عندهم إشارات. اسألوا طوني خليفة، اسألوا مدير عنا ديمتري، كلهم شافوا إشارات، هي ببنته هي بابنه هي بخيه هي دفيه كتار. بس الدنيا يعني عنا شغل عنا هيك عنا هيك، أنا قلت له لديمتري أنت أحلى عمل عملته معي، عرفتني على ماهر صغية، ما زالك بتعرف واحد مثل ماهر صغية يعني، كيف بعدنا بالدنيا هيك؟ ها إرادتنا، ما تفكروا، في فينا إرادة إلهية وفي إرادة دنيوية وفي ألوهية. بدك تضل مع الشيطان ضل، لا إله إلا أنت مسؤول عنه، يا بتفوت عبيت الله أو بتقول يلا بقى بعد سنتين، بعد سنتين بس أعطيني سنتين وشوف شو راح أعمل، ترجع عالدنيا. ما في واحد قال له خد شو ما بدك بس عند مغيب الشمس بترجع، فهمت؟ قال له إيه؟ هالأرض 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 هالجبل هيدا، يلا 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 بلش الشمس عم تغيب، وقف شوي ولي وقفي لي نتفي، بدي أهلا أحفادي بدي أخذهم ولك. كلنا عنا طمع وعنا خوف وعنا هيك، بس اللي عملتيه يا مريم ليش؟ أنا لأن عايشة مع المسيح مع المستنير، ولأني خوفة إني خايفة برجع برتب، بس حس إنه بدي موت بيجي لعندك اللي أنا بجي بأختي، بخاف إنه بدي لو ميت شو. قال لي خسرتك بس تركتيني، بس اللي عايشة معه أقوى مني يا مريم، أقوى مني، خليكي معه. بس بقول له بدي جميع، بدي شخصك حد. هذيك اليوم واحد من الشباب قال لي انا عندي ارض باللبوه، رحت فتشت وين هاللبوه؟ قال لي ايه حلوه كثير. وقعد حد شاكر هون. يعني واحد هيك شخص، بس مش بمطرح يلي هالتلوث اللي عم بيصير، بدنا نكون كثير قوية. المسيح اجا وعلم وين؟ بالحكمه. وين كاني؟ بالمعرض ببيروت يلي هلا صارت حدا في كنيسه، بس بعد في دمار حدا يعني اثرات. عمرنا مسجد كبير لبيا، سعدون تبمون عليك، سعد صرت دعس. كتابي بايدك نازك. شوف شو قال بيك، شو قال رفيق الحريري لهالمره، صدقوا. قال لي مريم بتهد الاقتصاد العالمي اللي عملتيه، ولك ما بيصير هي. قالت لي ابني مريض. قلت لها قد ايه عمره؟ نازل. قالت لي 17. بتعرف قد ايه بدي صب صغير او كبير؟ صبت صح بعده. قال لي بدي اشوفك تعالي. شو عملت؟ ماشي ابدا. اسالوها شو عملت بهالمره. ومره تلفنت تتعزمني من بعد سنين، قلت لها ابنك ابني؟ قالت لي ابنك حفيدي. ما حدا، ما كان في تكريم لا مادي ولا معنوي انه هي مع بندر بن سلطان. طيب بندر بن سلطان عم بيعمل، بس انتم كمان الصدقات والزكاه يعني اعملوا شيء. تسترجوا شيء محطه من هالمحطات كلها بهالام العربيه، كم مره التقينا انت وانت وانت وانت؟
مع هالفلان وفلان وفلان، ومرة عند القذافي هالشخصية وهالشخصية، بهدلتهم أنا. بس راحوا قال لي يا أمي أنا بحب اللون مثل ما قلتي لهم. قلت له ما أنا كنت مثلهم، بتساوموا كلكم كرمال هاي. بشار الأسد، كتابي على صدرك وبقلبك، الرجل. محطة التلفزيون وحدة رحت على الدنيا دغري شيلوها، هاي لإلك يعني، كلكم بتخافوا، ما في حرية إلا هون. وهالشباب كلهم هن الوحيدين اللي عم بيعملوا هالحضرة، متناغمين مع بعضهم، ما فيني يقولوا لا لهالمرأة، شايفين في شيء لو ضرر. مثل ما أنا بس أقعد مش معقول بس شوف أيوب وسيف بشوف أشياء كثيرة وكيلاني، ما فيكم الشباب كلها التلفزيون تحسين خياط شخصيا بيروح لعنده، ما فيكم تمنعوه. وهو ما بده هيك، بيقدر يعمل شيء هو والشباب، بيحكوا مع بعضه وعدني بيظبطها وبيحطه، ما بيقدر يطلع إلا على التلفزيون. قال لي بس إشي بخبريك. قلت له عم بيعذبوك شيء؟ قال لي لا، إنه وقت اللي جربوا راح لعندهم قال له أنا بحب موت أشهده. هيك قال أنطون سعادة، قال له بحب موت أنا مفتع عيني. قالوا لا القانون بيقول تنغمض عيونك. قال لهم أنا تحت القانون، بس بعدين شوفوا شو بدك. إجا قال له في حجرة تحت إجري شيل. قال له شكرا أنطون سعادة حي ونحن الأموات.